Husni and Sayyid Mubarak. Efendim, ben Avgu. سمعت الاتهامات التي أسدتها النيابة العامة إلي، فما قولك؟ كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة. كل هذه الاتهامات لم أرتكبها. المتهم الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك. أفندم. تفضل قدامي. سمعت الاتهام المسند إليك من النيابة العامة، فما قولك؟ تماما أنكرها جميعا. المتهم الرابع جمال محمد حسني السيد مبارك. أفندم. سمعت الاتهامات المسندة إليك، فما قولك؟ أنكرها كلها تماما. على النيابة العامة إحضار المتهمين المحبوسين من محبسهم للجلسة المحددة مع استمرار حبسهم. وقت الجلسة.